عسكري. طيب، إلى خبر آخر عبر شبكة الشروق، اجتماع بين سلفا ومشار بحضور حميدتي. قال زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار يوم الأربعاء إنه عقد اجتماعا مثمرا مع الرئيس الفاكير ميهردت في العاصمة جوبا، وعقد الاجتماع بحضور نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي. وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو التزام السودان بدعم السلام والاستقرار في جنوب السودان، حاثا وسائل الإعلام لدعم عملية تنفيذ اتفاق السلام. وأشاد بأطراف اتفاق السلام في جنوب السودان لصمود اتفاق وقف إطلاق النار وانخفاض العنف بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام. ووصل مشار إلى جوبا يوم الثلاثاء بهدف إجراء لقاءات مع الرئيس كير حول المسائل العالقة في اتفاق السلام المنشط. وفي تصريح موجز للصحفيين بعد اجتماع بالقصر الرئاسي، لم يكشف مشار عن تفاصيل الاجتماع، لكنه قال إن المحادثات كانت جيدة. وأضاف في حديثه: سيكون لدينا اجتماع آخر مع الآليات يوم الخميس أو اليوم، كما أود اغتنام هذه الفرصة لأقول عيد ميلاد سعيد لشعب جنوب السودان. من جهته وصف توت جولواك مانيمي مستشار رئيس الشؤون الأمنية الاجتماع بين كير ومشار بأنه جيد، مشيرا إلى أن كير ومشار اتفقا على حل المسائل العالقة وتنفيذ اتفاقية السلام. أستاذ الشيخ، تأخر مخاض الانتقال لحكومة وحدة وطنية، خاصة بأن السودان الذي رعى ولم شمل حركات الكفاح المسلح جنوب السودان على أرض النيل في عام 17 و2000، عودة مشار الآن ماذا تشكل للمشهد جنوب السودان؟ أنا أفتكر أنه يعني أكبر خطوة كانت بتعوق تنفيذ الاتفاق هي عودة مشار، لأنه حتى في نوفمبر، في آخر نوفمبر الجاري المنصرم، كان قائد القوات الأممية في جنوب السودان يعني تتحدث بوضوح أنه يجب أنه إيجاد ترفع الإيقاف عن مشار، وأن حكومة جنوب السودان تمنح جواز سفر حتى يعود إلى جوبا. اصلا الموضوع يعني منذ يونيو 2018 وتوقع الاتفاقيه، كان الناس اتفقوا على 8 اشهر يرتبوا فيها الاحوال، ثم تتكون حكومه وحده وطنيه لمده 36 شهر تعيد الانتخابات. لكن هذه 8 اشهر ظل يتم تجديدها حتى الان في نوفمبر، نهايه نوفمبر تم تجديدها ل 200 يوم، حتى لاحظنا في الاخبار خلال نوفمبر حتى الترويكا يعني بدت غاضبة مما يحدث في الجنوب، وحتى أمريكا سحبت سفيرة. بفتكر أن عودة مشار بتحرك النقطتين الخلافيات. حكومة الجنوب كانت تريد أن تشكل حكومة الوحدة الوطنية وتستمر الأمور، لكن المعارضة ظلت واقفة عند أنه النقطتين، نقطة الترتيبات الأمنية ونقطة التحديد مسميات وحدود الولايات، والنقطتين ما الصعوبات اللي فيهن ليس بسبب تعنت طرف او اخر، ولكن من واقع الجنوب. الترتيبات الامنيه اصلا، هو الجنوب كان دوله وليده وبدا ينشئ في جيشه، فبدات الانفلاتات. والان في جيش تحت اشراف الجيش السوداني ودوله الترويكا وكده بيدربوا في الجيش جيوش عشان يكونوا جيش، وممكن يحلوا الخلافات حول حدود الولايات يعني. اها الشيخ، نحن التفاوض في دوله جنوب السودان باحتباط وروابط الإخاء ما بين جنوب السودان وشمال السودان، كنا دولة واحدة لكن قبل الانفصال الذي حدث. هم يرعوا الآن تفاوض يعني السلام للحكومة لانتقال حركات الكفاح المسلح، دورنا نحن أن نقف معهم في هذه المسألة حتى نتوصل لحكومة وحدة وطنية. هذا الاجتماع مع مشار وسلفة بمشاركة حميدتي، ما هو الذي يمكن أن يقدمه حميدتي؟ التوصل، والسودان اصلا با 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 هو الوسيط الاساسي، وهو الذي سرع بعمليه الترتيبات الامنيه. الان السودان في 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 جزء كبير لجان من القوات المسلحه بتشرف على تكوين الجيش الجنوب بشكله الحالي، هو الضامن، وهو الذي يعني اتاح حتى فرصه انه حكومه الجنوب تمنح رياك مشار الفرصة أنه يأتي ليحل بعض النقاط العالقة في زيارته الأربع أيام دي. فأفتكر أنه عندنا دور كبير زي ما هم عندهم دور في أدوار متكاملة أدوار متكاملة يمكن في القريب هكذا الإخوة يعني. صحيح.